السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب؟ اليوم إن شاء الله راح ناخذ درس جديد على القناة، الدرس بعنوان استخدام أداة السيت دوت كات حتى نعمل بايلود باستخدام ثورة الميلت هاندلر ونخترق الويندوز فيه. طيب ماشي تمام، ندخل للكالي، نعمل اوبن تيرمينال، نعمل حجم كبير للتيرمينال، نعمل زوم إن. طبعا أداة ست دول كات أخذناها نحن هديك الدرس أو هذاك الدرس عشان نستنسخ موقع، تعلمنا كيف نستنسخ موقع. اليوم ما حنستنسخ موقع، اليوم حنصنع بايلود فيها، هي حتستخدم الميتا اسبلوت بصناعة البايلود. هي تلقائيا حتصنع لنا اياها، حتحط السيت بايلود وحتحط السيت البورت والسيت الهوست. طبعا نختار رقم واحد اللي هو سوشيال انجينيرينج اتاكس رقم واحد، بعدين نقرأ ننزل هنا على رقم اربعة، نقرأ create a بايلود and listener، عمل بايلود والتنصب، نعمل رقم اربعة. ونلاحظ انه هون في عنا اختيارات اللي هو ويندوز شيل ريفرس تي سي بي، استخدام الشيل تبع الويندوز باتصال عكسي، ويندوز ريفرس تي سي بي متر بريتر، استخدام اتصال عكسي بجلسة متر بريتر. هون يقول لك ويندوز ريفرس تي سي بي في ان سي دي دي ال، طبعا كلمة في ان سي هي بتدل على انه هيعرض لك جهاز الضحية عندك على شكل واجهة رسومية يعني تحتوي. هو بيقول لك ويندوز شيل ريفرس تي سي بي اكس 64 اللي هي 64 بت، طبعا في كتير خيارات نحنا ما راح نهتم، اللي بدنا اياه الرقم او نمبر 2 اللي هي ويندوز ريفرس تي سي بي متر بريتر، بما انه الجلسات متر بريتر احسن شيء، نعمل نمبر 2. بقول لك حط الهوست 192.168.1.104 هو الرقم الداخلي تبعي، بقول لي حط البورد اللي بدك تعمل يعني الاستنار، بقول له 443 ونستناه ليعمل البايل. طبعا شباب فيكن انتو اذا واحد عنده شي سؤال او عنده شي اداة بده يشرحه مو فهمانة او عنده شيء امر، وان شاء الله رح نعمل نحن دورة كاملة مفصلة عن اوامر لينكس صدر اوامر لينكس، او حنعمل دورة عن الاستطلاع وجمع المعلومات واختبار الاختراق، رح نعمله بشكل قوائم منظمة. طبعا هلا بنعمل يس ونروح نشوف البايلود، شوف اذا صنعنا اياه بالهوم رح يكون مو النبي، بس اعطينا مسار البايلود. تمام بقولنا انه انا صنعت لكم بايلود بهذا المسار باسم مسار الروت بقلب مجلد التيست اداة الست باسم بايلود دوت اكس. طب نحن شو رح نعمل هلا؟ بدنا نجيب هذا البايلود على سطح المكتب، نعمل كوبي للمسار ونفتح تيرمينال جديد من خلال الاوبن تيرمينال، نكتب mv هو نقل، بنحط المسار من هذا المسار لمسار الروت ديسكتوب، نعمل انتر. هلا بنلاحظ انه صار في اكسبلود في الديسكتوب، لو نعمل له كوبي عشان نروح للويندوز بتوقع مضاد الفيروسات مشغل عندي انا ما راح يقدر ينسخه، نطفي مضاد الفيروسات. طيب ماشي طفينا، بنعمل بس بنزل بايلود، نعمل انتر، نضغط عليه ضغطين ونروح على الكعب.
نفتح التيرمينال، ها بنلاحظ انه جانا sending stage. بعمل لك هون interpreter session 1، في عنا جلسة وحدة مفتوحة. طيب نعمل انتر، بعدين شو راح نعمل عشان نفتح الجلسة؟ نكتب sessions داش all، نكتب رقم الجلسة اللي هي 1، نعمل انتر، نفتح لنا جلسة interpreter، نعمل ls، نشوف الملفات. طيب نحن لو محتاجين مثلا، هلا راح نروح ونعمل ملف نصي على الويندوز، نيو تكست دوكيومنت، نكتب فيه اي شيء، نفرض هكا برو، نعمل له سيف باسم، خليه باسم الهاكر او الهاك، بعدين نخليه على سطح المكتب، ونروح على الكالي، نرجع نعمل ls، بنلاحظ انه في ملف مضاف باسم الهاك txt. لو محتاجين نعمل له delete لهذا الملف، بنعمل له rm، وبعدين بنحط الهاك .txt، نعمل ls من جديد، نلاحظ انه الملف اختفى، الملف اختفى. طيب محتاجين نحن مثلا انشئ مجلد امكي داير، نحط اسم المجلد لنفرض هاكر سيتول كات، نعمل انتر، اقول لك انا انشأت الملف، نعمل ls، ننزل ندور على الملف، الملف مجلد موجود، مجلد هياته موجود. مثل ما تعلمنا بهذاك الدرس، طبعا فينا نعمل هيلب ونشوف الأوامر، وفينا كمان ناخذ سكرين شوت، فينا ناخذ بس مباشرة من الكاميرا، فينا ناخذ صورة. هلا بنعمل هيلب ونشوف فينا نعمل. طبعا هذا الامر اللي هو ريكورد معك، فينا نسجل صوت الضحية، نشغل المايكروفون ونسجل صوته. سكرين شوت اخذناه، مثل ما انه هون ريبوت، وفي عندك شوت داون، فينا نعمل له اطفاء لجهاز الشيل، ندخل على الشيل تبع الويندوز. طبعا هاي الاوامر كلها انت فيكن محطوط ديسكريبشن، فيكن ترجموا الديسكريبشن انتو وتفهموا انه هذا الامر شو بيعمل. if config config env اللي هي النقل، rm اللي اخذناها، delete الام directory اللي هي تمسح مجلد، search البحث، بحث بالفايل، الابلود بترفع ملف انت على مجلداته، على طبعا اللي عنده على صفحة المكتب، ls اخذناها، edit a file، download نزل من ملفاته على عندك، cat تقرأ الملفات. طيب بنستفيد، راح نستفيد من امر الكات، نعمل document اسمها، بعدين نعمل انت، نكتب فيها cat go بلا 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 بلا، ونعمل save، بنروح نعمل ls، ندور على ملف النص باسم هاك، نعمل له cat hack dot txt، بنلاحظ انه قرأ الملف hack pro. طبعا هاي الكتابات هي، نعمل cat نفس الشيء، بعدين نعمل له، نجرب اذا بعمل backslash n، ما بعمل backslash n، cls ما بمسح شيء، سيلس. مثل ما شفنا، فتنا وقرأنا الملف وأنشأنا ملفات وأنشأنا ملف وحذفنا ملف. طبعا فيكم انتم كمان تحذفوا ملفات بصيغة exe، فيكم تحذفوا ملفات بصيغة mp3، بصيغة png، pdf، اي شيء. تمام،
فيكم تدخلوا كمان انتوا لملفات النظام وتشوفوا شو موجود وتقرأوا اللي بدكم اياه، تعملوا له شت داون ريبوت اللي بدكم اياه. اليوم تعلمنا كيف نعمل بايلوت بالسيتو كات، وتعلمنا كيف نوصل لجلسة الميتابريتر، نفتح جلسة الميتابريتر وننشئ ملفات، نحذف ملفات ونقرأ ملفات. طبعا إذا الملف مكتوب بقلبه عربي بتوقع ما راح يقرأه بشكل ملخبط بشكل مشفر. لو نجرب نكتب بالعربي أي شيء، نعمل سيف، أوكي، نذهب نعمل كات دوت تي اكس تي. بنلاحظ انه قرأ اشارات استفهام، اصلا هو مش فاهم ايش هو المكتوب بالملف، هو بقرأ بالانجليزي فقط وليس بالعربي. طبعا اليوم لهون بنكون وصلنا لنهاية الدرس. بدي اقولكم اللقاء ونلتقي في درس قادم ان شاء الله.